السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع قناة فن الرسم الحاتم المصري. النهاردة الحلقة الثانية إن شاء الله نرسم الأنف بتفاصيلها وكلها وبتظليلها، وهنرسم شكلين للأنف بشكلين، هنرسمهم بطريقتين مش بطريقة واحدة، وهوريكم الأخطاء اللي بنقع فيها، في ناس كتير بتقع فيها وهي بترسم الأنف. الأخطاء هنخليها في آخر الحلقة، وياريت تتابعونا لحد آخر الحلقة عشان نشوف الأخطاء اللي بتقع فيها ناس كتير بترسم الأنف من غير معايير ومن نسب ومقاسات ومن غير بروجرام للرسمة نفسها. يعني احنا دلوقتي هنشتغل برسمة توضيحية، هنرسم ازاي رسمة توضيحية بدوائر، ونرسم ازاي رسمة بإيدينا زي ما ناس كتير بتعملها، بتخلي الأنف كبيرة ومفلطحة شوية، احنا بنرسمها بمقاسات ومعايير عشان تطلع مظبوطه. اول حاجه يا جماعه، معايا مسطرتي اللي على طول ملازماني في كل رسوماتي، عشان بعلمكم رسم، مش برسم بايدي، لا انا بعلمكم رسم، بمعنى ان انا ببدا اشتغل بخطوط ودوائر عشان تعرفوا ازاي احنا بنرسم الحاجه. اول حاجه هناخد القلم الرصاص بتاعي اللي هو الاتش بي العادي، وهرسم خط طويل كده في النص عشان ارسم عليه الامثله كلها، وخط بالطول كده، وخط هنا بالطول كده. اولا انا في حلقتي دي هرسم لكم المنظور، وبعد كده ارسم رسمه تانية زي المنظور بس بتظليل عشان افرق بين المنظور والرسمة اللي انا بعملها بتظليل، وازاي بتطلع المنظور بالرسمة. او ممكن ارسم لكم المنظور في الاول وبعد كده اكمل على المنظور، والرسم والخط التاني نرسم فيه الانف التانية اللي احنا عاوزين نعملها برضو، بس باخطاء الناس اللي بتشتغل فيها. اولا نرسم المنظور بتاعنا. الرسمة هنا يا جماعة معايا، هنا بعمل دايرة في النص في المنتصف كده، برسمها بقلم رفيع كده، خط رفيع عشان انا مش عاوز الدايرة تبان معايا وانا برسم وبكمل الرسمة بتاعتي. اول حاجة بعمل الدايرة اللي في منتصف دي بتبقى على الخط اللي تحت، وفي منتصف الخط ده بيبقى منتصف الدايرة بالظبط، وبرسم دايرتين طالعين منها، بمعنى ان انا باخد سنة من هنا كده وسنة من هنا كده، عشان اطلع بالدايرتين بتوعي، عشان اخلص الدايرتين بتوعي بالظبط زي ما الكتاب بيقول، واخد الدايره بتاعتي الصغيره. ليه السنه دي؟ عشان اخد بالظبط المقاس اللي انا هرسم فيه الانف بتاعتي ومقاس الدايره بتاعتي. كده انا خدت الثلاث دوائر بتوعي اللي انا هعمل فيهم الانف. هنا انا باجي يا جماعه على الخط ده واشد خط لتحت عشان اوصل للخط اللي هنا، وبنفس الطريقه هنا اروح نازل بالخط هنا، ودي بتبقى مايله كده عشان اطلع بيها كده. كده واجي اخد الخط اللي هنا ده كده، متقل عليه شويه سنه كده، وانزل بدي كده من هنا لكده، واخد من هنا كده وروح نازل بدي كده. واجي من هنا اروح طالع بالخط بتاعي اللي فوق، ومن هنا برضو اطلع بالخط بتاعي اللي فوق، وانزل بسنة لتحت كده، وده انزل بسنة لتحت برضو كده، وامشي على الدوائر اللي انا عاملها،
هنا عشان اطلع بالانف لفوق باخد دايرة فوق الدايرة دي بدوران كده، بس بتبقى بيضاوية كده شوية، وباخد منها خطين هنا، ودي برضو نفس الطريقة كده خطين هنا. يعني انا باخد السنة دي كده، باخد الدايرة البيضاوية دي عشان اخد منها الخطين دول بس كده. انا رسمت الانف، اجي اشتغل عليها. اشتغل عليها ازاي؟ دي اروح منزل هنا شوية كده، اروح واخد الدايرة بتاعتي اللي تحت كده، ما اطلعش من هنا بقى، دي الفتحة بتاعت الانف. بس دي بتبقى على حسب الرسمة بتاعتي اللي انا برسم منها وبنقل منها البورتريه. والفتحة بتاعت الانف كل فتحة على اساس كبر الفتحة او صغرها. كل بورتريه ليه شكل، ليه شكل معين. باخد البي 6 بتاعي، واخد بيه الدوران ده كده، وطالع بيه لفوق كده، واخد بيه الدايرتين بتوع الفتحتين بتوع الانف بتاعتي، واجي اخد من هنا خط كده، ومن هنا برضو نفس الطريقة خط كده. دي انا عملتها ليه كده؟ عملت ليه دي كده؟ عشان دي هتتظلل، دي هتتظلل. اجيب قلم اتش بي عادي وابدا اظلل الرسمه بتاعتي كده. واخد لحد حرف الدايرة بتاعتي اللي انا عاملها من فوق دي. واجي من هنا اخد السنة دي كده، واجي اخد دوران بتاعي بتاع الشكل بتاعي اللي انا عاوز اعمله، واجي من هنا اروح واخد التظليل بتاعي كده، بقى كده الحرف اللي انا عملته من فوق الدايرة اللي فوق ده دخل معايا في رسمتي من غير ما انا اعمل فيه اي حاجة. واجي بالودانة بتاعتي اروح واخد مسيح الجنب ده كده وكده، واطلع سن لبره، وهنا سنه لبره، واجي اخد دي كده، ودي برضو نفس الطريقه. واجي اخد نص الدايره دي كده بتظليل خفيف كده، واجي اخد نقط الاضاءة بتاعتي من هنا، اجي اتقل الرصاص بتاعي اللي انا عملته كده.
واجي اخد الحروف بتاعتي اللي انا اساسا بطلع بيها، ما اجي ارسم العينين بتوعي من هنا. دي العينين اللي بتبقى على الانف. لو انا عاوز ارسم الخط بتاعي بنزل بيه كده او كده، لو في كسرات في الخد نفسها بتبقى كده، بتنزل كده زي ما انتم شايفين الطريقه بالظبط كده. لو انا عاوز انا اشتغلها، اشتغل عليها بالقلم اسمر جامد، واخد الدوران بتاع ده نازل بيه لتحت كده سنه، وياخد الدوران هنا برده نفس الطريقه نازل بيه سنه بايدي كده، واجي بالاستيكه بتاعتي اشيل الخط اللي انا كنت عامله هنا الاول، كده وانزل خفيف خفيف كده اشتغل عليها. كده انا اكون خلصت المثال اللي انا عملته لكم الاولاني. ده دي الانف الاولانيه اللي انا عملتها. الانف الثانيه اللي هي بتتعمل ارتجالي يعني بشكل عادي جدا، هرسمها لكم برده واوريها لكم بتعمل ازاي. هجيب القلم الاتش بي بتاعي. الخط ده يا جماعه ليه معايير خاصه وشغل بالظبط خاص. بمعنى ايه؟ ده بيمسك لي رسمتي كلها من اولها لاخرها. هنا باجي اخد شايفين كده نص الدايره من تحت كده، واطلع بالخط كده، ومن هنا برده نفس الطريقه اطلع بالخط كده، وانزل بده لحد هنا، وانزل بده لحد هنا. كده انا قفلت الفتحه دي بتاعت الانف، وهنا الفتحه دي بتاعت الانف. واجي يا جماعه من هنا اخد من هنا كده واروح طالع فوق كده، واجي من هنا برضو نفس الطريقه اروح طالع فوق كده، واجي اخد اروح واخد التظليل بتاعي كده كده، واخد التظليل بتاعي بدوران كده، كده باخد كده وريت في الكومنتات تقولوا لي انا احسن في الاثنين، رسمه الدوائر اللي انا عملتها ولا الرسمه العاديه اللي انا عملتها دلوقتي قدامكم. خفيف خفيف كده ببدا ان انا اشتغل عليها على رسمتي. عشان تبان انف كده وراح واخد كده، شايفين الكسره اللي انا بعملها دي عشان تطلع الانف بالظبط معايا زي ما الكتاب بيقول. طبعا انا مش هاخد التقنيه العاليه في التظليل بتاعه، بس انا بوريكم الشكل ازاي الارتجالي عملناه، ونشوف احسن الارتجالي اللي احنا عملناه ده بالخطين اللي احنا عملناهم دول ولا
بالدوائر بتاعتنا الأشياك والأحسن. دي برضو العين هنا، ودي برضو العين نفس الطريقة هنا. كشكل العين بس، مش هنرسم العين خالص، بس احنا بنرسم شكل العين هتبقى فين بالظبط من واقع الرسمة بتاعتي، لان هو اساسا الرسمة اللي هو القناة الدمعية بتاعتي اللي انا بحدد عليها اول العين، اول الانف بتاعتي من هنا، القناة الدمعية اهي، واول الانف بتاعتي تبقى هنا ازاي كده. في حاجة تالتة بنشتغل عليها يا جماعة، سهلة جدا وبسيطة جدا. لو احنا جينا من هنا خدنا نقطة في نص السطر ده كده ماشي، وخدت خط من تحت كده، وخدت من النقطة اللي انا عملتها دي مثلث، ده مثلث في النص، هاخد خط من نص المثلث كده وخدت دايرة في نص المثلث من هنا، ودايرة في آخر المثلث، ودايرة في آخر المثلث، بحيث إن الدايرتين يبقوا متساويين مع دي. هنا بعمل إيه يا جماعة؟ ما برسمش نفس الشكل اللي أنا بعمله من هنا ومن هنا، باخد شكل تالت. الشكل التالت اللي هو عبارة عن إيه؟ هنا باخد حرف من هنا من فوق كده، وباخد دي أخدها سبعة كده، وباخد دي برضو نفس الطريقة سبعة كده، وانزل بيها تحت سنة، وانزل بيها تحت. السبعة اللي انا عملتها دي كده، دي بروح اقفلها كده، السبعة اللي انا اخدتها دي كده بروح طالع بيها من هنا كده، بروح طالع من هنا كده، وانزل بالسبعه دي اللي انا عملتها هنا، اللي انا خدتها كده اهي، دي فتحه الانف بتاعتي، وهنا اهي دي فتحه الانف بتاعتي. طب يا مستر احنا عايزين نعمل دي، نعملها ازاي؟ بنزل بالسبع بالخط اللي انا نازل هنا، وراح نازل بيه تحت سنه كده، وده برضو نفس الطريقه سنه كده، ومن هنا باخد التظليل بتاعي ده كده لحد الدوران ده، ومن هنا نفس الطريقة باخد التظليل لحد الدوران ده، بنزل بيه لحد منتصف الدايرة دي ومنتصف الدايرة. واجي اخد هنا اظلل الجزئيه دي كلها، واظلل برضو الجزئيه دي كلها، انا عملت دي كده وليه، واخد بقى فتحه الانف بتاعتي زي ما انا عاوزها، كبيره او صغيره على حسب البورتريه اللي شغال معايا، وابدا ان انا اطول فيها لجوه. لو انا جبت القلم الاسمر بتاعي وجيت عملت فتحة الانف سودتها خالص، وهنا برضو نفس الطريقة سودت فتحة الانف خالص ونزلت بيها الشرطة تحت، واجي اخد الحرفين بتوعي كده،
والقلم الاتش بي اروح واخد دوران الانف كده ودوران الانف كده، وروح نازل بالتظليل بتاعي كده، واخد من هنا شوية كده تظليل بره خارجي، وهنا برضو نفس الطريقة عشان لما انزل بالسبعة اللي تحت واجي اخد اظلل الجزئية دي كلها كده بالقلم بتاعي، واخد نقط الإضاءة بتاعتي اللي هي هنا وهنا وهنا، واجي بالودانة بتاعتي اضيق المساحات دي بالتظليل، اسيح اللون بتاعي الغمقان بتاع اللي انا عملته كده، اسيح كده واخلي دي شرطه في نص الانف بتاعتي بنفس الشكل ده كده، واجي لو عايز اظلل دي برضو نفس الطريقه عشان تبان الرسم معايا، خدها كده كده ودي كده برضو، وخلي التظليل لبره واخش خفيف لجوه، واجي اخد هنا الاضاءة بتاعتي وهنا الاضاءة بتاعتي وهنا نفس الطريقة نقطة الاضاءة بتاعتي، واجي اعملها بالقلم الاسمر عشان تبان برضو شكلها للناس اللي بتتفرج عليا تبان ازاي احنا رسمناها، وما بقفلش الخط ده يا جماعه، بدي اسمر كده بس ما بقفلش الخط اللي هنا، واخد ده كده واخد ده كده وابدا امسح الحته دي كده عشان ابدا اظلل بقلم اتقل عشان يبان التظليل بتاعي، واطلع بره سنه لبره كده عشان تبان الانف بتاعتي، وابدا ان انا اظلل اشتغل على التظليل ده كده التظليل ده كده، وابدا بالودانه بتاعتي ابدا اسيح اللي انا عملته ده كده عشان يبان معايا ازاي انا اشتغلت عليها كده. انا كده رسمت لكم 3 طرق للانف، وياريت تكون عجبتكم، واي تعليقات ياريت في الكومنتات واللايك والاشتراك في القناة ومع قناة فن الرسم الحاتم المصري هتلاقوا كل جديد، وليكوا وبيكوا احنا القناة دي هتنجح ان شاء الله ليكوا وبيكوا، وكل حاجة اي حاجة انتوا مش فاهمينها ياريت في الكومنتات تقولوها مع قناة فن الرسم حاتم المصري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.